أخيرا الشيخ صالح يقول: شخص يصلي بالناس فقرأ الفاتحة ثم تذكر أنه نسي آية ثم أعاد القراءة للفاتحة، هل ما فعله صحيح؟ نعم فعله صحيح. لابد من هذا. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة بجميع ألفاظها، حتى التشديدات التي فيها الحرف المشدد عن حرفين. لابد من قراءة الفاتحة كاملة بحروفها وتشديداتها وحركاتها، لابد من هذا لأنه ركن من أركان الصلاة. نعم. وإذا تركها الشيخ صالح هل يجب عليه سجود سهو؟ إذا تركها ما يكفي سجود السهو، يأتي بركعة كاملة ثم يسجد للسهو. نعم.